أسبوعين تقريبا فتحنا موضوع مهم متعلق بقضايا الأحوال الشخصية في مصر، وكان عن حكم محكمة النقد الذي قضى بإلغاء الحبس في قضية تتعلق بتجديد منقولات الزوجية، ليجعل عدد من رجال القانون يظنون أن هذا القرار مؤشر لإلغاء عقوبة الحبس لجميع القضايا الخاصة بجريمة تجديد المنقولات الزوجية. وخلال فقرتنا اتكلمنا عن أهم مشاكل الأحوال الشخصية بصفة عامة، وعشان كده قررنا في عسل أبيض نفتح الملف ده تاني بشكل أعمق وأدق شوية، ونعرف بقى إيه هي أهم المشاكل اللي بتقابل الست والراجل كمان في محاكم الأسرة، ونحاول إن احنا نفهم نقاط ضعف قانون الأحوال الشخصية الحالي اللي هناك مطالبات كثيرة بتعديله. كل ده وأكتر هنناقشه مع المحامي بيتر النجار. أهلا بيك أستاذ بيتر، نورتنا في عسل أبيض. شرفنا يا رب. منورنا متر. تعيش يا رب. عندنا شوية أسئلة قد كده. كتير كتير. جدا. مستعد؟ محامي البرنامج. إنه محامي البرنامج. طيب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن قضايا تجديد المنقولات الزوجية. المرة دي بقى باعتبارك متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عايز أسألك كده من وجهة نظرك، تفتكر إيه هي أسباب الطلاق المبكر في مصر؟ لأنه الموضوع حقيقي كان زمان يعني حالات كده منفردة، وبعدين أنا شايفة من وجهة نظري وحضرتك صحح لي، دي بقت ظاهرة، يعني حالات كتيرة جدا جدا تبص تلاقي أنه بعد سنة طلاق، بعد كام شهر طلاق. صحيح. وما يكونش فيه عيوب، فاهمة؟ يعني فيش مثلا عيوب مثلا صحية حاجة كده، لا يعني عدم تفاهم، وما كان ايه اللي حاصل قبل كده فترة الخطوبة وكده. فمن وجهة نظرك ايه الأسباب الحقيقية بقى عشان نرصدها؟ لو هي ظاهرة نحاول يعني نرصدها ونشوف لها حلول. لا بصي، يعني في الحقيقة هي أسباب الطلاق، يعني أنا شايف إن من القضايا اللي بتتعرض عليا هي بتبقى معظمها أو أكثريتها هي سوء اختيار. ولو ما كانش سوء اختيار بيبقى ساعات في سرعة في إتمام المراسم للزواج. صحيح. يعني امبارح كان عندي مشكلة، زوج معرض للحبس بسبب إن هو عليه نفقة اللي وقعه، يعني هو اتجوز في خلال 4 شهور وبعدين فوجئ إن زوجته عندها مرض. بدأت حصلت المشاكل ما بينهم، رفعت عليه دعاوى نفقات، خدت عليه احكام حبس، يا يدفع يا يتحبس. اعوذ بالله. هو يعني في بيبقى سرعه وفي بيبقى يعني بيبقى في سوء اختيار. يعني انا يعني حاصر دايما الطلاق ان هو بيبقى نتيجه الى سوء الاختيار في الاول وعدم دراسه، ممكن يكون ناتج عن ظروف اجتماعيه لاحد الطرفين، ممكن يكون الطرفين واخدين بعض، الزوج والزوجه دايما في الخطوبه بيبقى في عمليه تجمل من الطرفين. صحيح. مش صحيح. بيبقى في عمليه صراحه واضحه. هو طول ما فيش صراحه واضحه في ايا كانت العلاقه، مش لازم يبقى زوج وزوجه، دايما العلاقه بيبقى نهايتها فشل. فهو ده العامل الاساسي او العامل الرئيسي اللي انا بشوفه في كل القضايا اللي بتعرض لها. انا بس احيانا كنا زمان بنقول، فاهمه، نوع انه السن الصغير، انه سوء الاختيار يمكن بيرجع للسن الصغير، ان هم بيبقوا مستعجلين وعايزين يبقوا عرايس بس بقى امهات وبيبقوا برضه عرفوا بعض، يعني المفروض يعني بالظبط. بس فعلا بقت ظاهره غريبه. لا هي ظاهره، هي يعني ظاهره الطلاق هي ظاهره انتشرت، واعتقد ان اكتر دوائر بقى فيها قضايا يمكن يعني من 10 سنين كانت القضايا تبقى زياده في محاكم الجنح، لا دلوقتي في زياده عدديه فظيعه في محكمه الاسره. تقريبا يعني كم في الميه مثلا، او يعني من رصدك كده يعني؟ لا من يعني من رصدي مش اقل من 4000 قضيه في السنه القضائيه. ده رقم كبير جدا. واختلاف مستويات، يعني مش مستوى معين، يعني دايما يقول لك ايه اصله ده عند المستوى اللي هو الاي كلاس، يعني لا لا لا, 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 لا على كل المستويات المشاكل موجوده في كل المستويات. ولا اقدر اقول لحضرتك ان ممكن تكون المشاكل موجوده بزياده عدديه في مستوى الاي كلاس. بالظبط كده. طب مبررها ايه؟ يعني ماديا هم كويسين، الاثنين ولاد اسره، يعني ما فيش حاجه تستدعي. لا بيبقى يعني في ساعات انفصال ناتج على نوع من الملل. ملل من الحياه الزوجيه او ملل من القيد فيؤدي لوجود انفصال. ده زي فيلم وتعرضت لها، يعني انا شفت مشاهد كتير. اللي كانت عايزه تطلعه علشان بيشخر. بالظبط بالظبط. ملل.
طيب من وجهة نظر حضرتك ايه هي اهم العيوب القانونية في قانون الاحوال الشخصية الحالي؟ يعني هو بصراحة كل العيوب القانونية اللي موجودة في قانون الاحوال الشخصية الحالية في مصلحة الراجل وليس يعني ضد الراجل، انا اسف، وليس تحيزا لا 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 معلش انا مش موافقة حضرتك خالص. لا انا هقولها لك بنقط قانونية. طيب لا، الست في قانون الاحوال الشخصية لا حق في النفقة، لا حق في منقولاتها، لا حق في ان هي تخرج الزوج لو مطلقة من مسكن الزوجية لو معها اطفال. طب لو ما معهاش اطفال او لو مثلا اطفالها دول كبروا وخلاص وتخرجوا وعدوا سن الحضانة تروح فين؟ ما حتى لو عدوا سن الحضانة هم بيكون هم كاطفال هم اللي ليهم حق في مسكن الزوجية في مسكن الحضانة، فاصبح هنا اللي بيفصل في الحتة دي هل الولاد بعد بلوغهم سن الخمستاشر اللي هو سن انتهاء الحضانة هل بيختار في دعوة قضائية، لان بيبقى في دعوة تأخير صغير، البقاء مع الاب او مع الام؟ ان اختار البقاء مع الام فبيظل مسكن الحضانة اللي هي. طب ولو ما اختارش البقاء مع الام هي بتبقى خارج المسكن، دي مشكلة. تروح فين؟ ما هو برضو زي ما احنا هي تروح فين زي ما احنا بنقول الراجل يروح فين. هي المشكلة ان هي علاقة كومبليكيتد من الاول، في مشاكل بتحصل كل واحد بيحاول ياخد اكبر حقوق ليه عن طريق القانون. وبالفعل وبدون تحيز ان قانون احوال الشخصية هو في مصلحة الست. لا معلش حضرتك بتقول في مصلحة الست، ازاي في مصلحة الست اذا افرض لنفترض مثلا ان الست ما عندهاش اولاد، تمام وجوزها قرر بعد 20-30 سنة ان هو يسيبها، الست دي كانت حلوه في يوم من الايام ما بقتش حلوه، كان سنها صغير وممكن انها تنجب مثلا ودلوقتي اصبح سنها كبير ولا تستطيع الانجاب، حاجات عوامل كتير جدا صحيح. تمام عوامل خارج ارادتها وهو محتاج الشقه عشان هو قرر، هو حب واحده عمرها 20 سنه وقرر ان هو يتجوزها، الست دي بقى تروح فين؟ تروح في الشارع؟ بصي هو ده بيعتبر طبعا ظلم للست. طيب بس هي مقابل هذا الطلاق ان حدث هذا الطلاق بعد العمر ده كله هي بيبقى ليها برضه حقوق في القانون، يعني هي بيبقى ليها نفقه عده، بيبقى ليها نفقه متعه. والنهارده لما بتكلميني مثلا زوجه متجوزه لمده 30 سنه وما عندهاش اولاد والزوج يطلقها عشان تاخد نفقه متعه، ده مبلغ مش صغير. ولكن في بعض القضاء او كتير من القضاء بيحكموا للست بنفقه قليله جدا. لا في فرق بين النفقه الشخصيه اللي هي متمثله في الاكل والشرب دي اسمها نفقه شخصيه، لكن النهارده لو راجل بارادته المنفرده طلق الست دي ليها نفقه متعه وبتحسب نفقه المتعه بتاعتها بمقدار ما هي بتتقاضاه شهريا منه نفقه مدى السنين اللي قعدتها معاه بتاخد فيها نفقه متعه. بمعنى لو هي بتاخد 1000 جنيه نفقه شهريه منه في الشهر وقعدت معاه 10 سنين كل سنه في 12 شهر يعني ب 12000 جنيه، في 10 سنين يعني بكام؟ ب 120000 جنيه. ده حق ليها، حق يعني كفله القانون، ما ينفعش حد ما يعني ما ينفعش قاضي ما يدولهاش. لو هي النهارده طلقت بيبقى ليها نفقه عده ان هو مجبر انه يصرف عليها لمده 3 شهور من تاريخ الطلاق لحين تنتهي عدتها. طب دول 3 شهور بس ماشي، ما احنا بنقول يعني بس يعني هو مش يعني هو دايما هو قانون الاحوال الشخصيه على فكره هو قانون اساسه جاي من التشريع جاي من الدين، فهو دي ال يعني النقاط اللي موجوده في الدين. يعني هو الطلاق حق وان كان لا يحبذ ولكن حق، فنستغله الراجل بيبقى عليه بعض من القيود اللي هو نفقه متعه او نفقه عده. لكن هي لو مش حاضنه ملهاش حق في الشقه، هي طالما مش حاضنه بيصبح ليها نفقه متعه ونفقه عده وانتهى حقوقها كده بالنسبه له. بس على فكره مفيش راجل في التوقيت الحالي ده يعني من خلال الشغل مفيش راجل بياخد قرار للطلاق. لا انا ممكن اقول لك ان الراجل بيوصل الست الى مرحله ان هي بتتجه الى الخلع وتتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه والماليه قبله مقابل انها تخلص منه. بس يعني متخيل بقى حضرتك لو هي مثلا قاعده وابنها اختار ان هو يعيش معاها، ده هي في النهايه بتبقى ضيفه عند ابنها، يعني ابنها ده لو في لحظه من اللحظات اتخانق معاها ولا اي حاجه او لو متجوز بالظبط بالظبط، او انه فعلا زي ما انه اتجوز وعاش في البيت ما بتحبهاش، هي بقى البيت اللي هي عاشت فيه وكانت ست بيته يعني كانت ست البيت ده جات لها واحده غريبه بتقول لها معلش يا طنط حضرتك ضيفه عندنا، حتى لو المساله دي هتبقى
يعني بشكل فيما بعد يعني، لكن انا بتكلم انه احساسها انه ولد مثلا او بنت، بنت مثلا سنها 16 سنه وهي عارفه مدركه انه امها عايشه معاها ضيفه علشان ابوها طلق امها، فهي المتحكمه في الحياه، نفسيه البنت هتبقى شكلها ازاي؟ دي حقيقه، بس هو يعني دي كتعدل في القانون، هو ما ينفعش ان القانون يعدي الحته دي. ليه؟ لان القانون بيدي حقوق الست او بيدي حقوق الراجل عامه ما بين وجود قسيمه زواج. طب انا هستسمح حضرتك بس احنا هنطلع فاصل بسيط جدا ونكمل الموضوع ده لانه ده محتاج يعني طبعا شرح وافي لانه في ناس كتير قوي بتتفرج علينا ومحتاجه تعرف النقطه دي. هنخرج فاصل ونرجع على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في قضايا الاحوال الشخصيه وازاي انه الام ممكن في لحظه من اللحظات لما تعرض الى الطلاق ويبقى عندها ولد او بنت كبار في السن، سنهم 18 19 20 او 23 زي الحاله اللي بتتكلم عليها نوعا، انها تكون ضيفه في بيتها، فدي حاجه صعبه قوي يا استاذ بيتر. صعبه بس هو ده ملهاش حل يعني، يعني نوع يعني كانت اقترحت حاجه ليه ما يكونش في قانون مثلا؟ حضرتك برضو هرجع تاني للنقطه اللي حضرتك قلتها ان القانون بيخدم الست اكتر من الراجل، ولكن في الحاله دي ليه ما يبقاش في قانون ان الزوجه يكون ليها او الزوج من المفروض ان هو يوفر لها سكن في حاله الطلاق بعد مده معينه من الزواج؟ يعني ممكن المشترك كده ممكن ينصف المرأة بقى لو بعد مرور مدة معينة من بعد الزواج، بعد مرور مدة معينة من الزواج زي ما هو بيدي النهاردة بيحسب ان نفقة المتعة دي، زي ما حضرتك قبل الفاصل بتقولي ان واحد يقعد متجوز مثلا 10 ل 20 سنة وبعد كده يطلقها فهي تبقى في الشارع، هو القانون مثلا بيدي نفقة المتعة يقول لك ايه؟ يعني انت قعدت معاها 20 سنة يعني بالمثل البلدي، انت خدتها وهي شابة وسنها صغيرة ومتعلمة وانت بعد 20 سنة بتسيبها، فده انت لازم تعوضها، لازم يكون في تعويض بالظبط. فبرضه من المفترض ان احنا نخاطب يعني المشرع يخاطب في ان هو يعدل القانون في حتة المسكن الزوجية دي، اذا كان مر مدة معينة لا تقل مثلا عن 5 سنين وحدث الانفصال والزوجة لم تكن حاضنة ولم تنجب أطفال، يكون ليها حق بأن الزوج يعوضها بمسكن زوجية كالمسكن اللي هي كانت عايشة فيه بالظبط، لأنه حتى لو النفقة اللي هو مخصص خالها أولا بتبقى حاجة بسيطة جدا، لا مش كده بس ما تنفعش تجيب منها مسكن، لا يعني حاجات غليت الحياة حتى غلية. النفقة حتى اللي هتقول عليها هي هتسقط بمجرد أن يتم الطلاق، يعني لو بتاخد منه نفقة مسكن أو بتاخد منه نفقة شخصية لو في مشاكل والنهارده حدث الطلاق، يبقى هي ملهاش عنده ايه الا 3 شهور نفقه عده ونفقه متعه وخلص الموضوع، يبقى اصبح حقها غير موجود بعد كده. صحيح. طب احنا هناخد بس اتصال وهنكمل في موضوع النفقه دي لانه ده مهم جدا قوي. معانا اتصال من استاذ انير. استاذ انير الو. استاذه فاتن معلش، استاذ انير هيكلمنا تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اتفضلي حضرتك. ممكن اسال بس دكتور بيتر سؤال؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي معاكي. انا رفعت قضيه تبييض من سنتين كده بالظبط، فالقاضي حكم لي بالقايمه، فهو عمل اعتراض وقال القايمه مزوره ماشي، وبعد كده الطب الشرعي طبعا جابه لا القايمه رمضته فايد الحكم الاولاني تمام في التبييض، وبعد كده هو ما عملش استئناف فالقضيه متعلقه، يعني الحكم الاولاني صالحي. طب وليه ليه لم ينفذ الحكم الاولاني؟ عشان مفروض انه يبقى فيه لازم عشان القضيه تكمل استئناف. فهو ما عملش استئناف، لازم يعمل استئناف فيها. تمام تمام. هو ما راحش بقى عشان شايف الحكم الاولاني مش بصالحه فما راحش. فكده معلق الموضوع. يعني انت واخده حكم لكن معلق لانه ما عملش استئناف. تمام. طيب حضرتك رد على الموضوع. هو فعلا حكمها، اشكرك على المداخله. اتفضل. هو حكمها لما يصبح حكم نهائي بات عشان يتم التنفيذ عليه، بس هي ممكن تجيب صوره رسميه من الحكم وفي محل اقامته تسلم الحكم ده للاسم اللي تابع ليه الدايره. وعلى فكره يعني ودي حقيقه، الداخليه اليومين دول في تنفيذات الاحكام ايا كانت غيابيه او حضوريه، الداخليه شغاله بقوه بشعه في تنفيذ الاحكام.
طيب كويس. والنهارده اي حد يعني مثلا هي تاخد الحكم ده وتروح بيه صوره رسميه من صوره رسميه بتروح بالاسم اللي تابع ليه. عايز اقول لحضرتك على حاجه النهارده، لو واحد راح يطلع بطاقه رقم قومي يجدد بيتكشف عليه مباحث، لو طلع يروح يجدد رخصه عربيته بيتكشف عليه مباحث. تمام تمام. فاصبح النهارده اللي عليه حكم ونازل على الكمبيوتر بتاع مصلحه الامن العام ممكن هو ماشي في الشارع مساء يتكشف عليه لو عليه حكم يتنفذ. فهي دي مرحله ان هي تجري لتنفيذ الحكم ليصبح نهائي بات، فيبقى ليها حق اما في القايمه او في مقابل القايمه. صحيح. طيب ما فيش استهانه في الموضوع؟ لا. طب نرجع تاني بقى لموضوع النفقه. انا بلاقي مثلا انه في ممكن حد يبقى متزوج من راجل مقتدر زي الحاله اللي هي اللي اتكلمت عنها نهى دي، ولما تيجي تاخد منه نفقه متعه او نفقه سكن او يعني مجموع النفقات اللي حضرتك اتكلمت عليهم بتبقى بنسبه بسيطه جدا، لا يعني يعني الحاله اللي بتتكلم عنها 10,000 جنيه في الشهر، وهو زي مقتدر. ما تقولي مقتدر جدا ويقدر يدفع مش ال 10,000 جنيه دول، يقدر يدفع يعني مضروبين في 10 مثلا، وهو حاسب بالظبط انه السكن هيبقى ايه والاكل هيبقى ايه، فاتوره الكهرباء وكل حاجه يعني زياده بسيطه وفاتوره التليفون وكل ده. وحضرتك شايف الاسعار دلوقتي والدنيا هتبقى عامله ازاي يعني لو فيها، ولو هي كمان عايشه معايا في وسط يعني في مستوى معين؟ طبعا اكيد هتحاول بقدر الامكان انها يعني تضحي باشياء معينه، لكن مش معقول هتضحي بالاساسيات. فالمبالغ دي يعني ما ينفعش انها تعيش تفتح بيت، ده حتى لو يعني بيوت ناس دلوقتي حتى في الطبقات المتوسطه والطبقات اللي هي الفقراء يعني الدنيا حاسين بالغلاء عامل ازاي. دي تتصرف ازاي بقى خصوصا انه ما بيتحسبش دخله، يعني في كده فجوه كبيره جدا ما بين دخله ومكسبه وما بين المحكمه بتحكمه كنفقه للمطلقه دي. يعني هل لو راحت مثلا لمحكمه الاسره ورفعت عليه قضيه هيبقى ايه رد المحكمه؟ يعني خلينا نتفق ان المبالغ اللي بتصدر بالنفقه هي اولا القانون ما بيحددش القاضي حد ادنى وحد اقصى. دي مساله اجتهاديه يعني من القاضي بناء على الاوراق التي تقدم ليه. اذا كان تحري بيجي من الاسم عن دخله او اذا كان النيابه العامه بتحقق في الدخل بإثبات الدخل بالشهود أو إذا كان المحكمة. ولكن خلينا نتفق أن النفقات اللي بتصدر معظمها أو أكثر يعني يكاد يكون 90% غير مرضية لأي زوجة وغير مطابقة إلى الواقع اللي احنا عايشين فيه. دي مشكلة طبعا، دي مشكلة. يعني رجعنا تاني لنفس النقطة أن القانون ما بينصفش المرأة. لا، ما هو القانون في الحتة دي مش يبقى فيه تعديل ولكن يبقى فيه اضافه، بان زي ما بيدي القاضي اللي قاعد على المنصه الجنائيه حد ادنى وحد اقصى للعقوبه، فمن المفترض ان يبقى فيه جدول نفقات. بمعنى ان اذا كان الزوج دخله 5 قروش يبقى مقدر نفقه قد كذا. دي جدول يتعمل عن طريق وزاره العدل مجرد تفصيل بحيث يبقى القاضي ليه حد ادنى وحد اقصى. على فكره لو القاضي ليه حد ادنى وحد اقصى في النفقه هو شايف ان من خلال التحري يدي الحد الاقصى هيديه، وهتسهل اولا سرعه في الفصل في قضايا دفعه، لان هتبقى النهارده بدل ما انا باجل القضيه عشان اتحرى عن دخله او اجل القضيه عشان اجيب شهود عشان اثبت دخله، لا انا بثبت بمستند من اول جلسه ان هو دخله كذا، بناء عليه المحكمه عندها حد ادنى وحد اقصى، تدي بقى المحكمه الحد الادنى الحد الاقصى ما بينهما، ده يبقى سلطه تقديريه للمحكمه. بس في مشكله انه في اوقات ممكن ما يكون يعني الكلام ده يطبق على موظف، فاهم ان هو، لكن افرض اعماله حر النهارده بيكسب بمليون بكره يكسب حاجه بسيطه، افرض فلوسه بره، يعني في حاجات كتيره جدا ممكن يعني في اجراءات كتيره جدا برضه بيديها القانون احقيه الى الزوجه ان هي تلجا اليها. يعني بمعنى النهارده ان من حق ان الزوجه لو عارفه ان الزوج ليه صفى كل اعماله وحط فلوسه في بنك مثلا، من حق الزوجه ان هي تطلب من رئيس المحكمه ان هو يوجه خطاب لرئيس محكمه الاستئناف للكشف عن سريه حساباته. ويعني وانا سبق ان صدر لي قرار من المحكمه وكان زوج وكشفت عن سريه حساباته في البنوك عن طريق البنك المركزي وتصريح من رئيس الاستئناف، والمحكمه خدت الارصده دي وبدات بناء عليها تطلع النفقه. تمام. وفعلا كانت نفقه، هو ده اللي مطلوب. فده طريق يعني الطريق موجود. يعني بص هقول لحضرتك على حاجه، خلينا نتفق ان في طرق برضه موجوده. مش كل المحامين بتسلك الطرق اللي شويه بتبقى فيها اطاله وفيها صعوبه.
يعني في محامين بتتجه الى ايه؟ اعلان واعاده اعلان وتحري من الاسم بمجرد مبلغ خلاص صدر حكم نفع. طيب معلش معانا تليفون، معانا اميره. الو الو مساء الخير. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اتفضلي. انا عندي كام سؤال كده بس يا رب ما تروحش منكم. اول حاجه القانون مش بينصف الزوجه المصريه، لا بينصفها بدليل ان الزوجه دي لو خانت جوزها وهي متجوزه والطفل طلع ابن زنا بيتكتب باسم الزوج. هل ده تكريم للزوجه الخاينه؟ لا طبعا، يعني اكيد طبعا اكيد لا، يعني بس دي حالات بتبقى يعني منفرده. يعني الزوج يعرف ثانيه واحده، يعني ايه زوج يعرف ان مراته بتخونه بعد الطلاق بيوم ويروح يعمل قضيه زنا، تترفض قضيه الزنا علشان انت خلاص طلقتها؟ طب هو طلقها علشان كان في بيبي في النص، خايف البيبي ده لما يكبر يطلع معقد ويعرف حاجات مش كويسه عن مامته. يكتشف ان البيبي من محادثات تليفوناتها ان البيبي ده ابن العشيق. فيروح يعمل قضيه انكار نسب. فيقول له لا انت عارف البيبي هيكتب باسم الزوج لانه ابن فراش. هل ده تكريم للزوجه المصريه؟ للزوجة الخاينة؟ لا طبعا، عشان القانون ده في مصر بس، يبقى الزوجة المصرية الخاينة مثلا، مش فاهمة. وايه مصير الولد ده؟ طب ما هو الولد ده لما يكبر مثلا ويتجوز بنت العشيق ينفع اللي هو يتجوزها؟ لان هما الاثنين اساميهم مختلفة، انما هما الاثنين في الاصل اخوات، ده في اختلاط نسب كمان. صحيح صح صحيح. طيب ده سؤال انا عايزة رد لو سمحتي، عشان القضية دي عندنا وانا مش عارفة ازاي القانون بتاعنا كده. انا مظلومة اقسم بالله مظلوم. اول مره طبعا نتحط في المواقف دي، اول مره نشوف الحاجات دي، اول مره نتعرف على القانون بتاعنا كده ازاي. تمام صح. طيب هيرد الاستاذ بيتر يا استاذه اميره على السؤال بتاع حضرتك. دي حاجه ملعبكه خالص. لا يعني انا الحياه شديت يعني. لا هي مش ملعبكه، هي القانون يعني زي ما النهارده بيجي يتكلم في جريمه الزنا ان هي جريمه مشينه او جريمه لازم يكون اثباتها باساليب وبطرق واقعيه علشان دي جريمه مشينه، فهو جريمه انكار النسب هو ده حق مكفول، ولكن القانون بيدي حق الزوج في ان ينكر النسب بعد شهر من ميلاد الطفل. ما تجيش النهارده بعد 8 سنين ولا 7 سنين ولا 5 سنين ولا سنتين وتقول ان ده مش ابني. هو القانون حاطط لها مده شهر. انت خلال الشهر تبين ليك اعمل ارفع دعوة انكار نسب ان اثبت بالتحليل ان ده مش ابنك، فانت تاخد حكم. يعني اقول هو ممكن يثبت ان ده مش ابنه لكن ما يقدرش يثبت فعل الزنا نفسه، لانه فعل الزنا لا. حد هيروح يزني فهيجيب معاه شهود مش معقولة. لا لحضرتك على حاجة. انا بتكلم حتة انكار النسب، هي القانون حاططها شهر من تاريخ ميلاد الطفل. يعني انا عندي دعوة الاب بعد 8 سنين قال ان دي مش بنته، قال ان دي مش بنته واقام دعوه وراح دي ان ايه واثبت انها مش بنته وخد حكم في محكمه اول درجه بانكار النسب. محكمه الاستئناف لغته، مش لغته عشان هو مش بابنه، قال لك ان الدعوه مخالفه للشكل. انت المفروض قدامك شهر، انت جاي بعد 8 سنين، هي مش بنته يا فندم. طيب ده هو عنده محادثات، الاستاذه اميره بتقول انه عنده محادثات تثبت انه هذا الابن او هذا الرضيع مش ابنه. هيستنوا لحد ما يتولد بعديها بشهر علشان يثبتوا حاجه؟ لا هي بتقول ان هو بعد لما خلفت. انا متهيألي انه انا بعد لما خلفت، بعد لما خلفت. لكن هو النهارده لو هو بتكلمين ان هو الطفل ما زال في بطن الام وهو متاكد ده مش ابنه. لا من خلال محادثات، هي قالت من خلال محادثات بالظبط. يبقى يوم لما توضع الطفل تاني يوم يرفع دعوى انكار نسب، لان هو القانون بيدي شهر من ميلاد الطفل. امال هي مشكلتها ايه اللي هي حاسه انه لا هي بتقول ان هو بعد فتره كبيره وهو قام بتطليقها وهو اكتشف هذا. يعني مثلا هو الطفل تلاقيه مثلا عنده سنه دلوقتي او سنتين، يعني عدى فتره الشهر القانون بينص عليها والمحكمه مش عايزه تديها حكم. ما هي المحكمه مش تديها حكم لان برضه القاضي مقيد. القاضي عامه في اي قضيه بينظر اولا لايه؟ شكل ثم موضوع. ان لم يكتمل الشكل الموضوع غير مكتمل. طب ودي حلها ايه بقى القضيه اللي مع الاستاذه؟ انا بقول لحضرتك انا عندي نفس الحاله
قال لك ان الشكل مش موجود. دي حلها ايه؟ ان يرجع المشرع يعدل. بس هل المشرع هيعدل يدي مده قد ايه؟ يدي مده قد ايه؟ ما هو برضه دي حاجات، احنا في مجتمع شرقي، دي حاجات تمس العرض والشرف، فبتبقى ليها مدد معينه. معلش النهارده يعني النهارده لما اب او ام بيتولد طفل اسبوع اتنين يعني اقول لحضرتك بتبان ملامحه ان كان مني او مش صحيح. مني صحيح يعني صحيح. فانت ما تكلمنيش بعد 8 سنين يعني بعد بس سنة. بس دي قضيه شائكه ومحتاجه ان احنا أيوة. نفرد لها شائكة. حلقه لوحدها، وفي كمان حلقه حضرتك وعدنا بيها برضو يعني نفردها كمان. فيعني طبعا انت نورتنا وشرفتنا يا ربنا، بس للحديث بقيات كثيره يعني حقيقه نورتنا. اشكرك نشكرك لوجودك معانا في عزاء. اشكرك جدا حبيبتي. انت عندك ايه بقى احنا هنطلع فاصل الاول وهنرجع لكم معايا فقره ظريفه جدا لدكتور التجميل. استنوا